جان دارك حكاية من التراث الفرنسي. في عام 1337 بدأت حرب دموية طويلة الأمد بين فرنسا وإنجلترا، وقد أطلق على هذه الحرب حرب 100 عام. منذ مدة طويلة وحياة السكان يكتنفها القلق والخوف من المجهول. ولدت جان دارك ونشأت في قرية صغيرة متواضعة في عمق الريف الفرنسي. كانت جان فتاة تقية منذ حداثة سنها، وفي سن 13 وبينما كانت تصلي ظهر لها سانت ميشيل وأخبرها بأن تعمل على إنقاذ فرنسا ومساعدة الأمير تشارلز. كان هذا النداء يعاود جان في كل مكان، في الحقل أثناء النهار، وفي المساء عندما تجلس خلف المنول تحيك الخيوط. كانت تسمع نفس النداء الذي سمعته مرة عندما كانت في سن 13. وفي عامها 17 قررت جان أن تذهب إلى الأمير تشارلز وتضع نفسها في خدمته. كان الأمير تشارلز شابا ضعيف البنية عليل الجسم، لم يتمكن من قيادة جيشه، فآثر البقاء في قلعة في شينين. فجاءت جان وأخبرت الأمير تشارلز بما حدث لها وكيف أن سان ميشيل طلب منها إنقاذ فرنسا ودعم سلطان الأمير. ثم قصت شعرها مطالبة المشاركة بالحرب، فسمح لها الأمير بذلك. وتسلحت جان دارك بدرع أبيض وبقلب يغمره الإحساس بالواجب، وحملت الراية بيدها لتقود الجيش الفرنسي إلى مدينة أولينيس. وابتهج الناس في كل مكان بالمنقذة وتسارعوا للقائها. ووقفت جان أمام الجماهير ووعدتهم بإنقاذ مدنهم من الغاصبين. في الحقيقة إذا خسرت فرنسا معركة أولينيس ستسقط الدولة بشكل أو بآخر، لذا لا أمل لهم سوى الانتصار. وتقدمت الجيوش الفرنسية لمحاربة الجيش الإنجليزي الذي يحاصر مدينة أولينيس. وبدأت المعركة وجان دارك تحث الجيش على القتال والدفاع عن الوطن، واحتدم القتال وتدفقت الأمواج البشرية، وكان هجوم الإنجليز عنيفا ومستمرا. وتعجب الإنجليز لما يدور في ساحة المعركة وقرروا الانسحاب بجيوشهم إلى الوراء. كان شجاعة جان مثار إعجاب وفخر الجيش الفرنسي، وانطلاقا من ذلك تجمع الجيش حول جان وهجموا هجمة واحدة واستولوا على القلاع الإنجليزية. لقد تألمت جان كثيرا للأشخاص الذين ماتوا أثناء المعركة. لقد كان هذا الانتصار هو الأول للجيش الفرنسي على خصمه القوي. واحتفل سكان مدينة أولينيس بالنصر الرائع، وتصاعدت هتافات الناس بشجاعة المنقذة جان دارك، وطالب البعض بتسميتها منقذة فرنسا. وعند عودة جان إلى القلعة في شينين حيث يعيش الأمير تشارلز، طالبته بأن يتوج نفسه ملكا على فرنسا. وهكذا تمت مراسيم تتويج الأمير تشارلز ليصبح الملك تشارلز السابع. وبكت جان من شدة الفرح وشكرت ربها لأنها استطاعت أن تنفذ وصية سانت ميشيل. لقد سبب انتصار جان إحراجا لبعض العناصر التي تريد التحالف مع الإنجليز، وسبب انتصارها كذلك إزعاجا وغيرة عند البعض الآخر. وهكذا كانت هذه العناصر تتمنى الموت لجان في ساحة المعركة، وأخذت تحيك لها المؤامرة من جديد. أما جان فقد كانت تتمنى في أعماقها العودة إلى مسقط رأسها، ولكن النصر النهائي لم يتحقق بعد. وهكذا ذهبت جان مرة أخرى إلى ساحة المعركة لتحارب الإنجليز،
وتقدمت جان وحاربت بكل شجاعة وقوة. ولكن لو قارنا تعداد الجيش الفرنسي بتعداد الجيش الإنجليزي لفاق عدد الجنود الإنجليز على الفرنسي. واستمرت جان تقاتل بكل ما أوتيت من قوة، متمنية النصر لفرنسا وشعبها وملكها. وتعاقبت هجمات الجنود الإنجليز العنيفة من القلعة على أجنحة الجيش الفرنسي لغرض تطويقه. وأرسلت جان برسالة مستعجلة إلى الملك تشارلز تطلب منه النجدة، فتآمر بعض النبلاء والحاقدين على جان واعترضوا سبيل وصول الرسالة إلى الملك، وهكذا لم تكن هناك نجدة في الطريق. وحوصرت جان من قبل الجيش الإنجليزي، وعندما خارت قواها كانت المعركة قد انتهت في صالح الجيش الإنجليزي. وهكذا وجدت جان نفسها وهي في سن 19 أسيرة بيد الجيش الإنجليزي، ولم تكن هنالك أي نجدة لتنقذ جان من أسرها، فزجت في سجن حجري مظلم. ومرت أيام عسيرة على جان أدت إلى ضعفها وهزالها، وأصبحت معزولة عن العالم الخارجي. وقدمت جان إلى المعركة واستجوبها الحكام، فأخبرتهم بكل ما تشعر به من واجب حيال الوطن. وبناء على طلب من الجيش الإنجليزي الذي تعرف عن كثب على شجاعة وخطورة جان، أصدر الحاكم قراره باتهام جان بالسحر والشعوذة والحكم عليها حرقا حتى الموت. وتجمع الناس لمشاهدة تنفيذ حكم الموت بجان دارك. وأوقدوا الخشب تحت أقدام المرأة المناضلة الشجاعة، وتوجهت جان بالصلاة إلى الله، وماتت دون أن تشعر بحرارة النار أو بالألم. لقد كان إيمانها أقوى من النار بكثير. الناس الذين شاهدوا جان دارك وهي تحترق أدركوا معنى الشجاعة وهتفوا عاليا: يحيى الوطن، يحيى الوطن، يحيى الوطن. وبعد موت جان هب الشعب الفرنسي من جديد يدا وقلبا واحدا ضد المغتصب،
ودحروه واضعين نهاية لتلك الحرب المأساوية. وهكذا عاشت جان دارك في قلوب الفرنسيين حتى يومنا هذا رمزا للنضال وللحرية.